صباح النور، تحية لحضرتك ولمشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا فيك في هذه الفقرة. يعني اليوم كنا نقرأ ما كتبته اليوم بموقع لبنان دي بيت حول تفاصيل الأزمة بين أبكركي وحزب الله في الفترة الماضية والخروج بحل مبدئي في هذه الفترة. بداية يعني أنا لم أغوص في تفاصيل أو لم أقرأ تفاصيل هذا الموضوع على الشاشة. هناك بعض المعطيات التي أشرت إليها التي أو المبادرات التي قامت بها أبكركي سواء عبر السيد وليد غياض أو عبر المقابلة التلفزيونية التي قام بها أو الرسائل التي حاولت أبكركي إيصالها إلى حزب الله. ماذا في تفاصيل المساعي في الفترة الماضية وكيف ستترجم في الأيام المقبلة؟ تفضل. نعم. أولا حضرتكم بقناة الجديد كان لكم دور مهم جدا في هذا الموضوع من خلال استضافة سعادة النائب الدكتور علي فياض و الأستاذ وليد غياض المسؤول الإعلامي في أبكركي. بالحقيقة زار النائب فريد هيكل الخازن أبكركي يوم السبت الماضي، حمل رسالة من جانب حزب الله أنه هو جاد جدا كما ورد في المقال بمسألة المقاطعة. طبعا البطرك الراعي تقدم بشرح مستفيض إذا بدك إلى النائب هيكل الخازن وبلغوا أنه هو ليس مع مفهوم اعتبار حزب الله منظمة إرهابية وأنه هذا الكلام كان في حيز منه خطير، وقدم توضيحات يعني إلى حزب الله وكلف النائب فريد هيكل أن يوصلها إلى الحزب، وهذا ما فعله الأخير. بناء عليه صار فيه إذا بدك خطة طريق. هذه خطة الطريق تبدأ من خلال التراجع عن هذه التصريحات. طبعا ما كان بود حزب الله أن يذهب البطريرك الراعي شخصيا إلى التراجع عن هذه التصريحات يعني لكف الإحراج عنه. تم التوصل إلى صيغة في أبكركي أن يتولى المسؤول الإعلامي وليد غياض الظهور على قناتكم الكريمة وتقديم إذا بدك تفسيرات حول ما ورد والتراجع عنه إذا بدك، وهذا أتى بعد دعوة كمان تقدم بها حزب الله، يعني تولى حزب الله إذا بدك الخطوة الأولى من خلال النائب علي فياض عبر شاشتكم الكريمة، أيضا مهد الطريق إلى الأستاذ وليد غياض. الأستاذ وليد غياض تراجع. الآن اليوم فينا نقول أنه في هدوء على طرفين، يعني لا يريد حزب الله التصعيد، بالمقابل لا تريد أبكركي التصعيد. هلأ النقطة الأساسية هون أنه أنا حسب معلوماتي لن تعود العلاقة إلى نفس المستوى الآن، يعني إلى نفس المستوى القديم. هناك خطة طريق، هناك فترة زمنية سوف يكون حزب الله إذا بدك جرد ما حصل والخروج باستنتاجات واضحة. إلى غاية الآن أي جلسة حوار لم يتم مناقشتها مع أبكركي، ما في مواعيد واضحة لجلسات حوار دورية. يفكر حزب الله بطبيعة الحال بجلسة أخرى. ينظر حزب الله بإيجابية كبيرة إلى ما جرى، تنظر أبكركي أيضا بإيجابية كبيرة إلى خفض التصعيد. الآن في مسار له علاقة بإصلاح العلاقة وإيجاد جو ملائم لجلسة حوار سوف تعقد قريبا. هلأ كان في لفتة مهمة جدا من غبطه أنه كلف الوزير السابق وديع الخازن زيارة مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإنهاء المقاطعة الفعلية التي بدأها المجلس الإسلامي يعني تجاه أبكركي وإزالة أي التباس حصل في هذه العلاقة. هذه خطوة جيدة، يعني اليوم غبطة البطرك هو شخص مسؤول، يكون حزب الله والشيعة عموما الاحترام له. نحن لا نريد أن يذهب الشيعة والمسيحيون إلى خلاف يعني نتيجة ما حصل. كان في سقطة خليني أقول سوء تقدير. خلينا نحط هذا الموضوع جانبا. بعتقد التفسير اللي قدمه الأستاذ وليد غياض. نعم. طب فيما يتعلق اليوم يعني ربطا بمسألة التوصيف والتوضيح في المرحلة اللاحقة، اليوم على الجبهة الميدانية هناك حديث جدي عن قرب الوصول إلى المرحلة الثالثة في بين يعني في غزة، وبالتالي انعكاسات هذا الأمر على الجبهة اللبنانية، وما قاله نهار البارحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في إحدى المقابلات التلفزيونية. اليوم في التطورات في حديث ببعض الصحف اليوم أنه اليوم في طرح أنه تعوا نوقف هذه الجبهة على طول الحدود مع العدو الإسرائيلي وننقل هذا الاقتتال على الجبهة فقط إلى مقابل مزارع الشبعة اللبنانية المحتلة. اليوم يعني طبعا هذا الطرح يعني يفترض بأنه مرفوض لأنه مربوط كجبهة أسناد بغزة، ولكن في آخر التطورات الميدانية كيف يمكن قراءة المشهد اليوم من لقاء لودريان هوكستين إلى الجبهة اللبنانية؟ هل هناك من تقدم فعلي؟ نعم ست الكريمة، شوف اليوم حراك لودريان انتقل من حراك له علاقة بالملف الرئاسي إلى حراك له علاقة بخفض التصعيد على الجبهة الجنوبية. اليوم الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين يدري جيدا
مدى إذا بدك وجود رأي لدى الفرنسيين عند حزب الله أو احتمال التوصل أو التوصل مع حزب الله. لذلك اليوم يذهب لودوريان صوب تبني هذا الموقف. اليوم هذا اللقاء له علاقة مثل ما قلت لك بخفض التصعيد. ما تنسي ستنا أنه هناك مسألة جدا أساسية، يريد الأمريكي أن يتولى الفرنسي محاولة إقناع حزب الله بالذهاب نحو خفض التصعيد على جبهة جنوب لبنان، وهذا يرتبط اليوم بمبادرة أمريكية باتجاه العدو الإسرائيلي كي لا يذهب هذا الأخير صوب توصيل عن معركة باتجاه جنوب لبنان، رغم بصرف النظر عن أي اعتبار له علاقة بقدرة المقاومة على صد هذا العدوان. ولكن اليوم يعتقد الأمريكي أنه من خلال هذه النقطة يوفر ظروف نقاش أوسع مع حزب الله يعني. وأنت بتعرف أنه هو لغاية اليوم لم يعطي أو لم يمنح بنيامين نتنياهو أي ضوء أخضر تجاه هذه المسألة. ما تنسي كمان ست الكريمة أنه هناك طرح إسرائيلي قديم له علاقة بوعد قدمه العدو إلى المستوطنين لديه بأنه سوف يقوم بإعادتهم إلى مستوطناتهم قبل حلول العام الدراسي عام 2025 يعني المقبل خلال أيلول بالحد الأدنى، وبالتالي يعمل اليوم هوبشتاين على توفير هذه الظروف. يعتقد الأمريكي أن بدء المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية في غزة قد يؤمن إذا بدك خفض التصعيد على مستوى جنوب لبنان، على اعتبار أنه العمليات أو المرحلة الثالثة في غزة هي عمليات عسكرية جراحية ومنع عمليات عسكرية واسعة، ربطا بأنه في هناك ارتباط أو تداخل ما بين جبهة غزة وجبهة جنوب لبنان. إذا صار فيه خفض التصعيد على مستوى غزة قد يوازيه ذلك خفض التصعيد على مستوى جنوب لبنان. ولكن هذا الأمر أنا بعتقد أنه حزب الله لا ينظر إليه بهذه الطريقة، حزب الله لا يخضع للشروط الإسرائيلية في هذه النقطة. حزب الله كان واضح أنه يجب على العدو الإسرائيلي إنهاء العدوان. إنهاء العدوان شو يعني؟ يعني أول شيء إنهاء كافة العمليات والمظاهر العسكرية في قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. فيما لو لم يتحقق هذان الشرطان ست الكريمة لن يذهب حزب الله نحو خفض التصعيد. هلا بالنسبة للسؤال اللي قدمتي في حضرتك، صراحة هوكشتاين مش أول مرة بيحكي على موضوع حصر رقعة الاشتباك ما بين حزب الله والعدو الإسرائيلي. خلال الفترة الماضية طرح نظرية إلى علاقة بإيجاد مناطق محدودة على طرفي الحدود، يعني بيبقى إذا بدك التصعيد ضمن المناطق على طرفي الحدود وأن لا يمتد إلى مناطق واسعة داخل فلسطين المحتلة أو داخل جنوب لبنان. هذا الأمر صح، نعم له مصلحة الإسرائيلي أو عفوا الأمريكي بخفض التصعيد كي يتاح له لاحقا النقاش بشكل أوسع ومستفيض مع حزب الله. برجع بقول لك اليوم المرحلة الثالثة في غزة يسعى من خلالها العدو الإسرائيلي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقناع حزب الله بخفض التصعيد في جنوب لبنان، ولكن أنا أعتقد أنه هذا الأمر غير متوفرة ظروفه لغاية اليوم، لأنه هناك نقاش كبير حتى على المستوى اللبناني بالمسألة اللي لها علاقة بدور حزب الله في جنوب لبنان، بمعنى أنه هل سوف ينتهي فقط بخفض التصعيد في غزة أو هو سوف يمتد، لأنه عندك أنت نقاط أساسية ست الكريمة لها علاقة بوضع مزارع شبعة، بوضع نقاط الكلطاش الحدودية، بوضع مسألة إذا بدك التنقيب أو قضية التنقيب عن الغاز في البحر، لأنه بعدنا اليوم ولم نزل تحت الضغوطات الأمريكية وحالة الفيتو الأمريكية التي تمنع الشركات من القدوم والمشاركة في دورات الترخيص. هذه مسألة أساسية بالنسبة إلى حزب الله. ينظر حزب الله إلى المسألة برمتها ضمن باكج، مش أخذها بالمفرق يعني خلاص وقفنا الحرب بغزة، وقفت الجبهة في جنوب لبنان دون نيل أي امتيازات من جانب العدو الإسرائيلي. صراحة حقق ضربات حزب الله كبيرة تجاه العدو الإسرائيلي وعمل قفزات نوعية وأظهر ضعف الإسرائيلي، ولدى حزب الله القدرة على فرض المعادلات على الخط الحدودي. فلماذا لا يستغل حزب الله هذا الأمر باتجاه بالحد الأدنى إتاحة الفرصة للبنان كي ينقب عن النفط والغاز في البحر بالحد الأدنى؟